أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي أهمية وفضل العلم الشرعي والدنيوي لمنفعة البشرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين حرصت على مواصلة طريق العلم والتعلم رغم تداعيات الجائحة. ها هم أولادنا وفلاذات أكبادنا من بنين وبنات على مشارف دخول عام دراسي جديد حرص من خلاله ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم على الموازنة بالمحافظة على صحة الأبناء وأعضاء هيئة التدريس وعلى إقامة الدراسة حتى لا تضيع الأيام على الطلاب والطالبات سدى، فوجهوا ببدء العام الدراسي عن بعد للمدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات على أن يكون هذا التعليم مؤقتا حتى يزول هذا الوباء بإذن الله وتنجلي الغمة بلطف الله، والتعليم عن بعد يؤدي دورا عظيما لا يستهان به ولا يستقل من قدره، خاصة مع توفر وسائل التقنية الحديثة والجهود العظيمة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والقائمون عليها جزاهم الله خير الجزاء لإنجاح عملية التعليم عن بعد من خلال تنوع البرامج المعتمدة والدروس المعدة للتعليم عن بعد، والتي يستطيع من خلالها المعلم والمعلمة إيصال العلم النافع لطلابهم وطالباتهم.